مساء الخير أعزائي المشاهدين، هذه رسالة موجهة إلى مدعو وليد إسماعيل. يا أخ وليد، لقد اتصلت بك مرتين وتحديتك لمناظرتي، وأنت في المرة الأولى وعدتني أن تجب على سؤالي ولم تفعل، لكنك أغلقت الخط في وجهي. والمرة الثانية قلت لي لكم دينكم وليدي. فيا شيخ وليد، أنا أمام الجميع أتحداك للمناظرة، وأيضا على قناتك، أنا لا يوجد عندي أي مشكلة أن تكون على قناتك، أن تناظرني في موضوع من منا يعبد الإله الحقيقي. لك وقتك ولي وقتي، ولو يوجد أي مداخلات بيننا، من منا يعبد الإله الحقيقي. هذه رسالة بسيطة جدا، وأتمنى من جميع السامعين أن يوصلوا للشيخ هذه الرسالة. أنت تكلمت مرات عديدة عن وتحديت الشيخ أمير القريشي أن يقبل مناظرتك، وهو حسب كلامك قد رفض. فأنت إذن من كلامك واضح جدا أنك مستعد أن تناظر كائنا من كان لكي تثبت أن ما تؤمن به هو الحق. فإذن نفذ ما تؤمن به أنت، وتعال وناظرني حتى نرى من منا يعبد الإله الحقيقي. نفذ ما تؤمن به أنت، وتعال وناظرني في موضوع من منا يعبد الله الحقيقي. مرة ثانية طلب لجميع السامعين أن يوصلوا هذه الرسالة القصيرة إلى المدعو وليد إسماعيل، وشكراً.